لعله يعني تحدث السيد بهاء نقطة مهمة جدا ونقطة مخيبة للأمل. يعني قيمت لجنة مراقبة أداء الحكومة وأعطت الحكومة نسبة 17%، يعني هاي 17% يعني شيء مخيب للآمال. وقال لك السيد بهاء حتى هذه اللجنة كانت مجاملة للحكومة يعني بهذه النسبة 17%. وين الخلل؟ وين الخلل يعني في أداء السيد الكاظمي وحكومة السيد الكاظمي؟ يعني تعرف أنه السيد الكاظمي إجا نتيجة تظاهرات، يعني نتيجة دماء 700 شهيد. هاليوم في هذه خيبة الأمل ولجنة ضم السنة والشيعة والأكراد وكل المكونات، يعني مع الأسف يعني ما أعرف يعني شو أحكي، يعني إذا التقييم مو صحيح فتتحملها الكتل والأحزاب السياسية، وإذا التقييم صحيح فهذه فاجعة. ست هيفاء، اولا انا استاذ العلوم السياسيه في جامعه النهرين، يعني حقيقه نعم، وايضا مستشار نعم السيد عضو فريق الاستشاري نعم الحكومي نعم نعم مستشار يعني السيد لا مو على مود يعني اقول لك انا باعتبار نعم طبعا استاذ بالعلوم وايضا مستشار السيد الكاظمي واتشرف نعم بذلك حقيقه نعم. الموضوع الاساسي اولا يعني تحيه لك وللسيد النائب والمشاهدين الكرام. التقرير اولا انا قراته قبل يعني حقيقه عده اسابيع عندما صدر، تقرير غير واقعي وتقرير لا يوجد فيه معايير للقياس، هنالك معايير كلامية تحليلية لا توقع أن هنالك استمارة نعم استبيان كما هي تجرى حقيقة نعم تقارير قياس الأداء. أن تذهب استمارات قياس الأداء إلى عينة معينة إن كانت العينة، يعني شنو تقصد غير واقعي؟ يعني لا هناك استهداف للسيد الكاظمي بس حتى طبعاً نفهم. طبعا هناك استهداف للسيد الكاظمي ولحكومة السيد الكاظمي نعم من قبل الأحزاب والكتل السياسية. طبعا طبعا واضح جدا هذا الموضوع لأنه هذا التقرير غير واقعي، وأتوقع نعم لو أن هذا التقرير واقعي لكان رئاسة البرلمان لوحت به وعملت ما عملت حقيقة لو كان واقعيا، ولكن هذا التقرير وحتى أن لجنة مراقبة الأداء يعني هذا افتراء على السيد الكاظمي يعني. لا لا بس اسمحي لي مو انت قاعد مخليني أنا أحكي، خليني أعطيني مجال أعطيني ضيفك أعطيني مجال. أولا هذه اللجنة حقيقة التي تشكلت في عهد الحكومة السابقة وفي ظل نتائج الانتخابات السابقة حقيقة تجعل اللجان الأخرى التي هي اللجان البرلمانية ضعيفة جدا في تقديم تقريرها، لأن أتوقع قد يكون اللجان القطاعية أفضل من اللجنة الواحدة التي تقيم أداء الحكومة. والشيء الثاني هذا التقرير لا يوجد فيه معايير علمية، لا يوجد فيه كذلك معايير فنية، ولا يوجد العينة اللي استندوا عليه. يعني لمن سألوا هم؟ هل سألوا المواطنين؟ هل سألوا بالمقابل خبراء؟ هل سألوا أكاديميين؟ هل سألوا بسبب الأزمات اللي موجودة يعني على الواقع؟ بس كيفية، بس التقييم كيفي وكيف أنه يعني حتى ضيفك الكريم يعني عراقيين كرماء هسه ما طلعتنا 17 نزلتنا 12، فمو معقول هذا الموضوع يعني حقيقة مثل ما تحدث ضيفك الكريم حقيقة.